السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهاردة كحكي العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وعيد سعيد عليكم. النهاردة بقى عاملين كحك دايب دوب تحفة جدا جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. مكون جديد ان شاء الله يخلي الكحك معاكي ناعم جدا جدا. شايفين شكل الكحك وجماله؟ وبكيلو دقيق هتعملي 2.5 كيلو كحك. ايه رايكم؟ ما شاء الله، بجد بجد تحفه. تعالوا كده ناخد واحده ونفتحها وندوقها من جوه. الاخبار طبعا احنا خلاص بعد المغرب ففاطرين. بجد وهمي، تحفه تحفه تحفه. يلا بقى ومن غير كلام كتير نخش على الطريقه ونشوف المقادير. هذا البرنامج برعايه. عندي كيلو من الدقيق، هشيل منه نص كوباية وحط مكانها نص كوباية نشا، وهنا دي تكاية مهمة. كمان 650 جرام من السمنة بدرجة حرارة التلاجة، 3 معالق كبار لبن بودر، معلقتين كبار سمسم، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقتين كبار سكر، ذرة ملح، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، وكوباية مية دافية. بس كده ادي السمنة بتاعتنا. هبتدي احطها في العجان لو عندي، او هنضرب بالمضرب اللي متوفر عندنا. والنهارده معانا عجان تورنيدو، حاجه كده بجد وهميه. هبتدي اضرب السمنه لغايه ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه، والشكل اللي انتوا شايفينه ده بقت لونها ابيض وكريمي. هحط السكر والخميره في المية الدافية وأقلبهم مع بعض كويس وأسيبهم يخمروا، وهيبقى ده اختبار للخميرة، نشوفها شغالة ولا لأ. الدقيق بتاعي هحط عليه ريحة الكحك ورشة الملح، وأدي السمسم المحمص وضروري يكون محمص، والبيكنج بودر، كمان هنحط اللبن البودر 3 معالق كبار، ونص كوباية النشا. احنا قلنا المقادير كيلو دقيق ناقص نص كوباية، ونص كوباية دي هنحطها نشا. هقلب المكونات الجافة دي مع بعض كويس. في حاجة مهمة هنا عايز اقولك عليها، ضروري جدا تخلي بالك من نوعية الدقيق، لازم يكون دقيق فاخر او دقيق مخصص للكحك والبسكوت. بعد ما السمنة بقت جميلة بالشكل ده وكريمي كده ولونها فتح، احط الدقيق اللي احنا خلطنا عليه كل المكونات الجافة. ابدأي دلوقتي انك انتي تضربيهم مع بعض كويس. احنا كده بنعمل عملية البس، بس بالتورنيدو، بالعجان بتاع التورنيدو بالشكل ده، لغاية ما تلاقي ان الدقيق اتشرب السمنة تماما. هايل، شايفين؟ تحفة جدا جدا. شايفين الخميرة كمان رفعت وعملت فوم. هبتدي اضيفها للمكونات بتاعتنا، وما تزوديش عن كوباية مية علشان ما تنشفش معاكي. وهنا عايزة اقولك برضو معلومة مهمة جدا، ان العجن بالمية افضل كتير من اللبن، هيديكي نتيجة اكتر من روعة. وادي العجينة بتاعتنا بقت لينة وجميلة جدا. افرض طلعت العجينة معاكي مش مظبوطة قوي وحسها ناشفة شوية، زودي معلقتين سمنة. ودلوقتي تعالوا نعمل الحشوة. الحشوة بتاعتنا النهاردة ملبن بالعين الجمل. هحط معلقتين سمنة، معلقتين سمسم على نص كيلو ملبن، وحط كمان حوالي 150 جرام من العين الجمل، واعجنهم كلهم مع بعض كويس. السمنة مع السمسم والمكسرات بتدي طعم حلو جدا جدا جوه الكحكية طبعا مع الملبن. عجنهم كويس مع بعض، ما تيجوا بينا يلا نكورهم كور كلهم متساويين علشان اقدر احشي بيها الكحك بسرعة وما غلبش نفسي. طبعا خطوة مهمة جدا هتسهل علينا حشو الكحك. خلصنا ويلا بينا بقى نشكل الكحك. هتاخدي جزء من العجينة، ما استنيناش يخمر ولا حاجة، مش محتاجين، على طول على بال ما جهزت الحشوة. وهبتدي احشي وكور وارفع الكرة لفوق علشان لسه لما بصمها هتنزل معانا شوية. الصاج اللي هترص فيه الكحك مش لازم يدهن،
ولا كمان تحطي فيه ورق زبدة، لأن ورق الزبدة بيمتص الدهون وبالتالي هينشف معاكي كحكاية. فحطي على طول بدون دهن بدون أي حاجة، ويفضل الصاج يبقى ألومنيوم علشان يوزع درجة الحرارة كويس. في التوقيت ده أنا بدأت أشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 170 أو 175 علشان أسوي فيه الكحك. بدأنا نبصم الكحك، أو عايزة تنقشي براحتك خالص خالص. هايل، عالرف الوسطاني، وهدخل الكحكات الجميلة بتاعتي على درجة حرارة 175 لغاية ما ياخد لون لطيف من تحت ومن فوق. شايفين الجمال؟ تحفة جدا جدا، ولا شقق ولا جراله حاجة ولا نفش ولا فرش ولا أي حاجة خالص، بجد تحفة جدا جدا. شايفين كمان التسوية ولون الكحكية في الأرضية رائعة. عايز أقول لكم الريحة قلبة المكان، بجد وهمية. إن شاء الله تجربوا الطريقة، وطلع ناعم جدا لذيذ جدا جدا، وريحته هتجيب آخر الشارع. كمان خفيف على المعدة قوي، السمنة مش مقدوحة، فهتديكي نتيجة روعة. ميزة الكحك ده انه فعلا خفيف على المعدة، بس ما ينفعش نعمل منه كميات كبيرة تقعد معانا وقت طويل. اقصى حاجة ان يقعد معانا من اسبوع لاسبوعين بالكتير، اكتر من كده مش هينفع. الله على الكحك اللي مرشوش بالسكر البودر، قدميه بقى وبألف هنا وشفا. زي ما انت شايفة كده الكحك شكله حلو جدا، ناعم جدا، ومن جوه بجد شكله زي ما انت شايفين كده حكاية. يلا بقى جربوه، قولولي رأيكم فيه ايه. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم كمان، واستنوني فيديوهات كتيرة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، والعيد بقى ان شاء الله تعملوا فيه احلى كحك واحلى بسكوت من ايديكم الحلوة. هذا البرنامج برعاية